happen إذا كانت ال إذا كانت السيريز تلسكوبين بقدر أعملها تيست إذا كانت كونفيرجنس أو دايفيرجنت باستخدام ال nth partial sum test. So أخذنا ال nth partial sum test وكنا هذا التيست بستخدم من الكونفيرجنس ليش كمان؟ للدايفيرجنس. فلو نراجع مع بعض اكزامبل زي هيك. So لساتنا ب 10.2. لو بدنا نشوف مع بعض اكزامبل check the convergence. Of divergence of مثلا مجموع مثلا 2 في n n زائد 1. شو رايكم بهي السيريز؟ هل هي converge ولا diverge؟ كمان شوي بس ناخذ تيستس اكثر يمكن تصير تكرر اسرع. هلا اذا بدك تستخدم ال nth partial sum test احسن استخدام لل nth partial sum test لما تكون السيريز تلسكوبينج. عشان لما اطلع مجموع اول n حد بصير اشي يخطب مع اشي. هلا في هاي الحالة إذا جاك سؤال زي هاي طلع في الأول الإكزامبلز اللي أخذناهم كانوا واضحين حدين صح؟ لما كنا نطلع الـ nth partial sum كان يشطبوا مع بعض، بس هون زي ما أنتم شايفين الحد العام مكون فقط من إيش؟ مكون فقط من إيش؟ من حد واحد صح؟ أغلبك إذا سمحت تجي من ورا، أنا حكيت هاي الجملة. معلش إذا سمحت تجي من باب الخلفي. معلش إذا سمحت تيجي من باب الخلفي ما تجيش هون، تيجي آخر شي تقعد ورا كمان. هلا فبدك تستخدم اللي تعلمته في كالكولوس 1 كيف أكتب هاي السيريز من n equal 1 لإنفينيتي على شكل إيش؟ حاصل جمع حدين. تذكروا ايش اخذنا شيء زي هيك في الزمانات؟ مين بقول لي شو التكنيك اللي بنستخدمه هون؟ البارشل فراكشن. متذكرين البارشل فراكشن؟ البارشل فراكشن بدك تحط هون a على n زائد b على n زائد 1. فكيف بدك تطلع a و b هلا؟ طلع a، عشان تطلع a شو اللي بيصفر مقام a؟ n تساوي 0. بيجي هون بعمل كفر لان وبعوض صفر في اللي ظل، وين ما في ان بحط صفر، فبطلع الجواب 2 على 0 زائد 1. شو بطلع الجواب؟ 2. قديش بي؟ شو اللي بيصفر مقام بي؟ سالب 1. بعمل كفر لنفس الحد وبعوض سالب 1 محل ان، فبطلع سالب 2. اذا بهي الصوره بصفي عندك هاي السيريز هي نفسها ايش؟ مجموعة من n equal 1 لانفينيتي ل a اللي هي عبارة عن 2 على n ناقص محل b 2 على n زائد 1، صح ولا لا؟ شو رايكم؟ هلا صار عندك حدين بدل حد واحد ولا لا؟ صار عندك حدين. إذا بتطلع حل ال nth partial sum اللي هو ال sn بتطلع مجموعة أول n حد راح يصير يشطبوا مع بعض. وبالتالي شو بدك تعمل هلا؟ إذا بتيجي تطلع sn، شو هو sn؟ هو مجموع أول n حد. فعوض لي هلا، عوض لي اول شيء n equal 1، شو بيطلع معك؟ اذا بتعوض 1 بيطلع 2 ناقص 2 على قديه؟ على 2. هي n equal 1. بعدها شو بدك تعوض؟ بدك تعوض هلا هي n equal 1 جاهزه. طلع هي 1 2 3، بدك تعوض لعند ال n صح؟ هي عوضنا لحد 1، شو بدك تعوض هلا؟ 2. يلا وين ما في ان حط 2، شو بيطلع معك الجواب؟ 2 على 2 ناقص 2 على شو؟ على 3. بعدها 2 على 3 ناقص 2 على قد ايه؟ كانك تعوض اخر حد، شو بيطلع؟ مضبوط ولا لا؟ شو رايكم بشطب مع بعض هلا ولا بشطبش؟ سو هاي بالسالب مع هاي بالموجب، وهاي بالسالب مع هاي بالموجب، بضل يشطب كله، شو بصفي عندك بالنهايه؟
أول حد اللي هو 2 ناقص آخر حد اللي هو عبارة عن شو؟ على إن زائد 1. بعدها شو بتعمل هلا؟ تأخذ الليمت لـ Sn اللي طلع معك رقم finite. شوف قديش الليمت لـ Sn لما n بتروح لإنفينيتي؟ تساوي الليمت لهي الكمية 2 ماينس 2 على n زائد 1 لما n goes to infinity. شو جوابها هاي؟ finite ولا مش finite؟ معناتها في نتيجة ولا فيش باستخدام الـ nth partial sum test؟ شو النتيجة هلا بتحكي لك؟ hence معناته مجموع من 1 لإنفينيتي لهي السيريز اللي انت بدك تعملها شيك انها كونفيرج ودايفيرج. فكركم هاي كونفيرج ودايفيرج هلا؟ كونفيرج. وهذا التست قوي مش بس كونفيرج، لوين بتروح كمان؟ so this one كونفيرج and to 2 كمان. لوين كمان بتروح؟ مش بس كونفيرج، بتروح لمين؟ لاثنين. فهيك بصير ايش؟ ال nth partial sum test is completely done. طيب بدك تذكر السبب طبعا. باي ايش ممتاز؟ باي the nth partial sum test. واضح؟ هلا بدي اعطيك بس ملاحظه. اكتب لي زي عنوان صغير سميه مثلا shifting index. شو يعني shifting index؟ يعني طلع مثلا هاي الانفينيت سيريز اللي قدامك من وين ان بتبلش؟ من 1 مثلا. شو رايكم بهاي؟ مجموع من ان ايكوال 1 لانفينيتي 1 مثلا على 3 قوة ان ناقص 1 مثلا. هاي انفينيت سيريز قدامنا، واضح؟ شو يعني shifting index؟ هلا اذا بتلاحظوا، اذا بطلع اول كم حد منها هاي، اذا بتعوض محل ان 1 شو بصير هون؟ 3 قوة 1 ناقص 1 0، 3 قوة 0 1، 1 على ايش؟ على 1. شو بطلع اول حد؟ 1 زائد، عوض هلا شو بيجي بعد الواحد؟ 2، عوض لي 2. فلما تعوض 2 بصير ايش؟ ثلث، مزبوط؟ بعد ما تعوض 2 عوض اللي بعده شو بطلع؟ هي عوضنا الواحد وعوضنا 2، عوض لي 3. اذا بتعوض محل ان 3 بصير 3 قوة قديه؟ 2 اللي هي 9، هي 1 على 9. بعدها شو فكرك شو بصير؟ 1 على 27 الى اخره، صح؟ ويت انا بس بدي اعطيك فكرة ايش؟ shifting index. شو المقصود بالshifting index؟ فكرك لو جيت عملت التالي، لو جيت عملت التالي، لو جيت حكيت دير بالك هاي الانفينيت سيريز، شوف لي هي نفسها مجموع من ان ايكوال لانفينيتي. طلع كيف؟ ان الموجودة على الصم منين بتبلش؟ ناقص 1. بصير منين تبلش؟ من 0. بتروح جوا وين ما في ان اجمع 1، العكس يعني. ففكرك شو بصير هاي؟ 1 على 3 قوة كده قوة ان. هلا اذا سمحت اعمل لي شيك، هل هاي نفسها اللي بالاحمر نفسها ولا مش نفسها؟ طيب شوف كيف، لما ان يكوال 0، 1 على 3 قوة 0 شو بعطيك؟ بعدين شيل 1 شو بعطيك؟ 2 شو بعطيك؟ اللي بعده شو بعطيك؟ 27. وبالتالي بتروح على الصم، على الان الموجودة في الصم، قصت منها 5 لازم جوا تجمع 5. اذا 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 اللي على الصم جمعت 10 لازم هناك شو تعمل؟ نقص 10. طيب اذا على الصم نقصت 4 شو بتسوي جوا؟ بتزيد 4 وخلص. يعني مثلا فكرك هاي نفسها اذا بدي اجي اعمل كالتالي، مجموع من ان ايكوال سالب 3، مين بكل شيء لازم اكتب جوا؟ 1 على 3 قوة قديه؟ طلع؟ شو الاصل؟ اصلها شو كانت اصلها؟ 1. شو عملت فيها؟ نقصت قديه؟ نقصت 4. شو لازم جوا تعمل؟ تجمع 4. فبتروح محل ان بتحط ان زائد 4. ماني فاهم عليك، بتحط هون ان زائد 4 وبيجيك ناقص 1، شو بتصير؟ ان زائد 3. او تعمل كالتالي، ضع قلم، ما هي هاي نفس هاي صح؟ هلا هاي بدك تبلش من 0، قديش صارت تبلش؟ من سالب 3، يعني قديش من هون لهون نقصت؟ نقصت 3، بيجي على هاي بجمع 3. هاي
يا بتخطر على هاي يا على هاي يا هاي، كل نفس الشيء. هلا مش مصدق؟ طلع اول كم حد، طلع عوض لما ان سالب ثلاث، بصير سالب ثلاث، وثلاث قديش؟ صفر، اللي هو واحد على ثلاث هو صفر نفسه واحد. اذا هذا بنسميه شو ماله؟ بنسميه شيفتنج اندكس. يعني انا مرات بهتمش منين كيف بتكتب الاندكس، بهتمش فيه. انا اللي بهتم انه هل الواحد بضل الحد الاول؟ هل الثلث بضل الحد الثاني؟ فهمتوا علي؟ فكيف تكتب هون؟ تقدر تكتب كثير طرق، المهم تعطيك نفس الانفينيت سيريز. سو لنفس الانفينيت سيريز هاي بقدر اكتب لها مجموعه بهي الصوره، بقدر اكتب لها مجموعه بهي الصوره، بقدر اكتب لها مجموعه بهي الصوره، كلهم صح. لسه في كثير كيسز، كم طريقه بتقدر تكتب؟ انفينيت. اوكي سو ذات شيفتنج اندكس. تمام. هلا بدنا نروح على حاجه اسمها بدنا نروح على سيريز. هلا انفينيت سيريز فيموس. شو يعني فيموس؟ مشهور. خلينا نشوف مع بعض. اكتب معي هارمونيك سيريز. شو هي الهارمونيك سيريز؟ الهارمونيك سيريز هي المتسلسلة اللانهائية التالية، مجموع هيها إز إذا بدك، مجموع واحد على إن من إن إيكوال واحد لوين؟ لما للنهاية. هاي الإنفينيت سيريز مشهورة، شو اسمها؟ هارمونيك سيريز. طيب فكركم هاي كونفيرج ولا دايفيرج؟ معلش خلينا نشوف مع بعض. شو أول حد فيها؟ عوض إن إيكوال واحد، واحد زائد كديه؟ نص زائد معلش بتطول روحكم علي شوي. بعدين صح هاي اسمها، اسمها هارمونيك سيريز. بدنا نشوف مع بعض انه هاي اذا كانت كونفيرج ولا دايفيرج. فالاغلبيه شو بحكي؟ انها كونفيرج. يعني هيك براودك شعور انها ايش؟ انها كونفيرج. خلينا نشوف مع بعض. شوف لي هاي نفسها، واحد زائد صح هاي نفسها ولا مش نفسها؟ نفسها، بس ايش؟ حطينا كل كم مجموع مع بعض. هذول المجموعين حطيناهم لحالهم، هذول لحد هون حطيناهم مع بعض، وهذول مع بعض الى اخره، سويناهم ايش؟ يعني مجموعات. طيب شو رايكم؟ لو بدي اجي اكتب التالي، هاي الواحد نفسه زائد النص نفسه، فكركم انو اكبر، الثلث ولا النص؟ انو اكبر؟ النص اكبر صح؟ معناته السطر اللي في الوسط اكبر من السطر اللي بعده ولا اقل؟ اوكي طب ويت، من الاول هاي الواحد محله، النص محل، شلت الثلث وحطيت محله نص، انو اكبر الثلث ولا النص؟ معناته لحد هون هذول الحدود اكبر من هذول صح؟ اوكي بعدها زائد هاي الربع خليه محله، زائد شلت الخمس حطيت محله كديش؟ ربع، انو اكبر الخمس ولا الربع؟ الربع، انو اكبر السدس ولا الربع؟ انو اكبر السبع ولا الربع؟ الربع صح؟ اللي بعدها زائد واحد على ثمانية، انو اكبر التسعة ولا واحد على ثمانية؟ انو اكبر واحد على 16 ولا واحد على ثمانية؟ طيب مين بقول لي شو احط هون؟ الاشارة، اكبر او يساوي، ولا احط الاشارة اقل او يساوي؟ يعني اللي فوق اكبر من اللي تحت، ولا اللي تحت اكبر من اللي فوق؟ اللي تحت الكبير صح؟ اذا هاي صح مزبوط ولا لا؟ ها
فاهمين علي؟ اوكي، معناته يا عزيزي هاي هي الإشارة الصح، بس بس احط يساوي هلا صح؟ احط اقل او يساوي، لانه هذا الحد نفس لنفسه، بس هاي الثلث شلتها حطيت محلها ايش؟ نص، صارت هاي اكبر. نفس الشيء هاي شلت هذول حطيت ارباع. هلا شو رايكم؟ من هون لهون شو بدي احط هلا؟ هل هاي الواحد نفسها زائد؟ شو رايكم؟ قديش نص ونص؟ واحد زائد قديش هذول يا جماعة؟ أربعة أربعة، قديش هذول؟ واحد زائد قديش هذول؟ ثمان أثمان، قديش؟ واحد. اللي بعدها قديش؟ واللي بعدها لوين بدك رايح؟ إذا شو رأيكم؟ إذا بتجمع هلا من هون لهون شو أحط؟ يساوي ولا أكبر أو يساوي؟ نفس الكمية هاي صح؟ فشو رأيكم؟ هاي لوين رايحة؟ لإنفينيتي مضبوط؟ سو ذيس وان راح يعطيك إيش؟ ما نهاية. بس لحظة شوي، أنا بدي أطبق هلا أنو تيست مين بقول لي؟ اتس لايك مثل الدايركت، متذكرين؟ الدايركت اللي كان الكبير ايش؟ طيب بغض النظر هاي الانفينيت سيريز لسه ما خدناهمش التيست هذول، هلا بنيجي عليهم كمان شوي تبعون السيريز. هلا طلع هاي السيريز اقل من ايش؟ من انفينيتي. كيف اكتب لك اياها هاي؟ so the harmonic series diverge. لو بدك تاخذ مجموع، لو بدك تاخذ هاي، عشان هيك هاي الانفينيت سيريز شوي تريكي. اوكي هلا اذا رح يمكن اذا في معي وقت بجيب لكم اللابتوب ان شاء الله، يعني هيك اذا في مجال ان شاء الله بجيب اللابتوب وهذول كلياتهم بدخلهم على برنامج رياضيات، وبحكي للبرنامج اعطيني مجموع اول 1000 حد في دقيقه، بعطيك اول مجموع اول ايش؟ اول شو بدك نص دقيقه ثواني كيف بعطيك اياه؟ بخليه كمان البرنامج يرسم لك هاي الانفينيت سيريز كيف بتروح لانفينيتي، واحد هاي الانفينيت سيريز راح تكون الهارمونيك، والهارمونيك يا جماعه راح تكون دايفيرج لوين؟ للما لا نهايه. راح تكون ايش؟ دايفيرج للما لا نهايه. هلا اللي بدي اياك تعرفه في هاي، اللي بدي اياك تعرفه انه الانفينيت سيريز اس ان لإلها انه لو بتيجي تطبق الانف تيرم اس ان تيرم فيش حد بيخطب مع حد، وبالتالي اللي بدي اياك تعرفه بشكل مبدئي انه هاي الانفينيت سيريز دايفيرج، والبروف تبعها راح افرجيك اياه على اللابتوب على الكمبيوتر. هلا بعدها راح استخدم هاي الانفينيت سيريز كإكزامبل لحالات شواذ لبعض theorems. كيف يعني؟ يعني هلا اكتب معي لناخذ تيست ثاني هلا غير التيست تاع الانث بارشل سم، غير التيست تبع الانث بارشل سم تيست، لناخذ التيست رقم 2 اللي هو ايش؟ سمي لي رقم تيست جديد هلا، تيست جديد سميه انث تيرم تيست، بس هذا التيست لايش؟ فور دايفيرجنس فقط. هذا التيست لايش؟ فور دايفيرجنس. كيف يعني فور دايفيرجنس؟ يعني ما بزبط استخدم هذا التيست لمين؟ للكونفيرجنس. فمثلا بستخدم هاي تو شيك، ناو تو شيك اذا في عندك انفينيت سيريز من ان يكوال 1 لانفينيتي، إذا بدنا نعملها شيك نشوف هاي الانفينيت سيريز كونفيرج ولا دايفيرج، وبكل بساطة بيجي بعمل كالتالي. شو هذا التيست بيشتغل؟ كالتالي بقول لك اف، إذا بتروح بتطلع الليمت ل اي ان، هاي اي ان الكمية اللي بتقبل جوا الصم، إذا بتروح بتطلع لها الليمت لما ان بتروح لوين؟ لما لا نهاية. إذا ما طلعش معك الجواب صفر، إذا الجواب ما طلع معك صفر أو or
fail to exist or does not exist or fails to exist. طلع هذول كلياتهم ايش؟ شرط. اذا كان الليمت ل an مش صفر او fails to exist او does not exist then في النتيجة مجموع an من n equal 1 لما لا نهاية diverge. فيش نتيجة هاي طبعا خليك معي. طلع اخذته بصف 10 الجمل الشرطية صح؟ if then اذا اتحقق هذا الشرط في نتيجة هاي then هاي النتيجة وده اذا اتحقق الشرط اذا لا تساوي صفر. ما حكيتش هون اذا ساوت صفر هيك الشرط بحكي. وبالتالي كاكزامبل سريع كاكزامبل سريعين هلا بتقدر تحكم هلا شفهي اذا كانت الانفينيت سيريز دايفيرج ولا لا. ممكن تقدر تحكم شفهي. فلو بعطيك اكزامبل كالتالي هلا معلش اذا سمحت سكر التليفون. صح انا حكيت سكر التليفون. للي التليفون برن. طيب شوف لي اكزامبل. شو رايك بهاي الاكزامبل؟ واحد حكى لك خذ لي الليمت ل ان على ان زائد 1 ان يكوال 1 لانفينيتي شفهي. هاي الانفينيت سيريز كونفيرج ولا دايفيرج؟ طلع على بصير تحكم شفهي. هاي دايفيرج ولا كونفيرج؟ هاي دايفيرج. مين بيقول لي ليه؟ باي ذا انف تيرم تيست شفهي. هاي اذا بتيجي بتعمل الليمت ل اي ان as n goes to infinity راح يعطيك الليمت لمين؟ n على n زائد 1 لما n goes to infinity. شو على درجة هون وعلى درجة؟ نفس الشيء. كديش الجواب لهي؟ 1. هل يساوي صفر؟ لا يساوي صفر. معناته ايش عزيزي؟ So infinite series اللي فوق diverge باستخدام ايش؟ by the nth term test. وده ايش هون ان اكبر من اكبر او يساوي 1 اقل من اكبر من صفر اقل من 1 لو نجمعهم مع بعض فهيطلع معك اكبر من حد هاي. طلع كيف؟ طلع هاي اول احتجاج. بحكي لك طيب الهارمونيك شو الليمت للهارمونيك؟ فوق الهارمونيك الليمت لمين؟ ل an لما n بتروح ل infinity هو عبارة عن الليمت لمين؟ لواحد على n. شو جوابها هاي؟ زيرو. بس شو طلعت معك؟ هاي لها علاقة بالتست؟ شو التست بحكي لك؟ التست شو بحكي لك؟ بحكي لك روح خذ الليمت يطلع رقم غير الصفر. بضمن لك اياها دايفيرج على طول. عارفين شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يعني وانت تجمع اذا بكتش الليمت لل an بتروح للصفر. اذا بكتش الليمت لل an بتروح للصفر معناته وانت تجمع الارقام بكبروا. هلا اللي فوق هي سبيشال كيس. عشان هيك اعطيتك اياها للاول عشان احكي لك انه هاي النظريه عكسها غلط. وكيف بدك تقول لي كيف بدك تحكي لي انه عكس النظريه غلط؟ بدك تعطيني مثال. شو المثال بعطيك اياه؟ الهارمونيك هلا جاي عليه. بس بشكل مبدئي احسن تيست واريح تيست اللي الطلاب بيقدروا يطبقوه شفهي اللي هو الانث تيرم تيست. هذا اسهل تيست في الشابتر 10. وبالتالي خذ هي انفينيت سيريز بتحكي لي عنها ايش؟ دايفيرج لانه ليمت لاي ان يساوي زيرو. فمثلا كمان زي هاي مثلا شو رايكم بهي؟ مجموع مثلا 1 ناقص 3 ان على 4 ان من ان يكوال 1 لانفينيتي. هذه كونفيرج ولا دايفيرج؟ هاي بدك تحكي دايفيرج بدك تحكي باي
باي ايش. فشو رايكم؟ دائما انا بنصح هلا لما يجيك سؤال شوف لي انفينيت سيريز كونفيرج ولا دايفيرج، انا بنصح اول تيست تطبقه هو الانستنت تيست. طبقه اول شيء في عقلك. اه سو ليميت لاي ان لما ان جوز تو انفينيتي، هاي شو جوابها؟ ليميت لواحد ناقص 3 ان على 4 ان، بطلع الجواب سالب 3 على 4 لا يساوي 0. معناته ايش؟ هينس تكتب نفس الجمله هاي سو وبتكمل هاي سو وكمل كل هاي سو سو ذا انفينيت سيريز اللي هي مجموع 1 ناقص 3 ان على 4 ان دايفيرج باي ايش؟ باي ذا انف تيرم تيست. طيب شوف علي هلا انا اعطيتك اكزامبل لما اي ان شو ماله؟ لا يساوي صفر، بس في جنب ايش؟ كمان جمله شو مكتوب؟ اور فيلز تو اكزيست. خذ لي رقم 3، شو يعني فيلز تو اكزيست؟ مثلا مثلا هاي ايش؟ هاي انفينيت سيريز. شو رايكم؟ خليها اخرى اذا بدك خليها ان كمان، ناقص واحد قوة ان، بدك تضربها مثلا تضربها مثلا في ان اللي بدك اياه، ناقص واحد قوة ان. فشو رايكم؟ هلا هاي ناقص واحد قوة ان اذا بتيجي تطلع على اي ان هون، شو اسمه اي ان؟ سالب واحد قوة ان، صح؟ مزبوط؟ انا بدي اخذ الليمت له، يعني لما يجي اخذ الليمت كاني ببطل كاني اشتغل على السيريز، كانها صارت ايش؟ وكانها صارت سيكونس. هلا فشو رايكم اذا بتيجي تطلع هاي ان وهي اي ان، لما تعوض ان ايكوال واحد شو بطلع الجواب؟ لما ان ايكوال واحد شو بتعطيك؟ ال واحد سالب واحد، شو اي اثنين؟ شو اي ثلاث؟ اذا الارقام كالتالي، يا اما لما ان يكون واحد مثلا، هي واحد اثنين ثلاث اربعة الى اخره، عند الواحد كديش الجواب؟ سالب واحد وهي واحد، عند اثنين كديش؟ واحد، بعدين 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 الى اخره، صح؟ سو معناته اذا بتيجي تاخذ الليمت ل اي ان از ان جوز تو انفينيتي، هاي دوز نوت اكزيست، مزبوط؟ اذا هي فيل تو اكزيست. في هاي الحالة أنا بضمن لك إنه إيش؟ إنه هاي الانفينيت سيريز شو مالها؟ دايفيرج باستخدام إيش؟ باي ذا انف تيرم تيست. طيب بدي أكتب هلا ثيورم، طلع هاي الثيورم كيف شكلها؟ وانت لحالك قارنها بينك، قارنها بينك وبين، قارنها بينها بين، قارن هاي الثيرم مع ايش؟ الانستنت تيست. شو هاي الثيرم بتحكي لك؟ اذا بتعطيني انفينيت سيريز، اذا بتعطيني انفينيت سيريز كونفيرج، مين بكمل؟ ذن شو النتيجه؟ then مين بقول لي قديش لازم تقبل ليميت لاي ان لما ان تروح لانفينيتي؟ ممتاز. طلع اذا بتعطيني انفينيت سيريز بتحكي لي انه هاي كونفيرج بدون ما اشوفها، بحكي لك الليميت لاي ان لازم يروح للصفر، مش موجود، لازم يروح للصفر كمان. فهلا روحوا على كل الاكزامبلز، روحوا على كل الاكزامبلز اللي كتبتوها عندكم بالدفتر، جيب اي واحدة من الانفينيت سيريز اللي معك اللي كانوا كونفيرج، روح خذ الليمت لاي ان لازم يطلع صفر. هاي الهارمونيك. هلا العكس تبع هاي الثيرم شو ماله؟ مين بقول لي شو عكس هاي؟ شو العكس؟ شو بس طلع دال كلام. So this is if then. If then صح؟ اخذته بالجمل الشرطية صف 10 فصل اول. If A then B صح؟ خدتوا هاي ولا ما خدتوا هاي؟ مزبوط؟ أنا بعطيني جملة مكافئة لإله.
أعطيني جملة مكافئة. شو يعني جملة مكافئة؟ يعني بنحط ثلاث شخطات جنب بعض. يعني أعطيني جملة مكافئة زي هاي، مين بكل شيء اللي بيعرف الفائدة؟ جملة مكافئة، نعم. ممتازة. نفي، مش سالب عمي، نفي اه. نفي بي بعطيك ايش؟ نفي ايش؟ نفي ايه؟ ضع القلم. ضع القلم. تخيل هاي، تخيل هاي ايه؟ تخيل هاي شو؟ دي. هلا مكتوب هون اف اي ذن بي. اذا تحقق شرط ايه، اذا كانت الانفينيت سيريز كونفيرج، شو النتيجة؟ دي انه ليميت لاي ان لازم يساوي ايش؟ صفر. طيب مين بكرا لي نفي ايه بروح لنفي بي؟ اللي بيعرف الفائدة بس. يلا بكرا لي جملة صحيحة. نعم. ويت ويت شوي. اه شو يعني نفي بي؟ شو هي زلمة؟ اف الليميت لاي ان مش صفر، في نتيجة ولا فش؟ في. ذن ذن شو النفي لهي؟ شو بطلع معك؟ اللي فوق اللي حكيتيها هلا هي اللي فوق. اذا هاي الجمله، هاي هاي الجمله هي نفسها شو؟ الانث تيرم تيست اللي فوق. اذا تاخذ الليمت لاي ان بطلع الصفر، في نتيجه انها الانفينيت سيريز شو مالها؟ مش كونفيرس. يعني مش كونفيرس، دايفيرس. طيب طلع هاي الجمله اعطيتني شيء مكافئ لها، انه بعطيني نفيها. بحط خط هلا، مين بقول لي شو نفي هاي؟ يعني بدي اروح على ايش؟ بدي اروح على هاي اي بتروح على بي، مين بقول لي شو النفي لإلها؟ اللي بعرف الفائدة. او العكس، بدناش نروح على النفي كثير، بدي العكس انا. العكس مش هاي، هاي بتعطيكش النفي، بدي العكس انا. هلا اكتب عندك ملاحظة، ذا كونفرس، the converse is not true. مين بقول لي شو يعني الكونفرس هلا هون؟ شو يعني عكس هاي مش صح؟ شو يعني العكس؟ بس عكسهم. شو يعني العكس مش صح؟ يعني اذا كانت الليمت تساوي صفر، هل بالضروره تقبل الانفينيت سيريز كونفيرس؟ اعطيني مثال. الهارمونيك، الهارمونيك شو الليمت لاي ان؟ بروح للصفر بس شو مالها؟ دايفيرس. So the converse is not true. That is شو معناها؟ That is يعني that is if if الليمت لأ ان لما ان بتروح لانفينيتي، اذا طلع الجواب صفر معناته شو يعني الاشارة هاي؟ يعني مش بالضرورة تقدر تحكي انه مجموع اي ان كونفيرج ولا دايفيرج. ما هي تطلع اذا مش بالضرورة كونفيرج، مش بالضرورة دايفيرج، صح؟ فهمت علي؟ هل هاي فاهمينها ولا لا؟ اذا هاي مثال عليها، اكزامبل اكزامبل اللي هو الهارمونيك. ايش الهارمونيك سيريز؟ شو بتحكي لك الهارمونيك سيريز؟ اللي هو مجموع واحد على ان من ان يكوال واحد لانفينيتي. شو رايكم؟ هاي سيريز دايفيرج بات بات على الليمت لمين؟ لاي ان از ان جوز تو انفينيتي. شو جوابها؟ تساوي صفر. فالصح هو اللي مكتوب على اللوح. اذا اخذت الليمت لاي ان وطلع الصفر، في نتيجه ولا فيش؟ اوكي، بسك من المكتوب على اللوح يا جماعه، ركز معي. اه اعطيتك انفينيت سيريز، بتطلع على الاي ان، خذ الليمت فعكلك لاي ان لما ان بتروح لانفينيتي. اذا طلع معك رقم غير الصفر ماذا تستنتج؟ دايفيرس. واضح؟ طيب اعطيتك انا انفينيت سيريز، انفينيت سيريز ما فرجتكش اياها، بس قلت لك هاتي معي انفينيت سيريز وهي كونفيرج. شو بترد علي بسرعه؟
بتقولي بدون ما اشوف الاي ان تبعها هاي، هاي الليمت لاي ان لازم يروح الصفر، وده هذول الكلمتين صح 100%. اما اذا حكيت شيء زي هيك طلع اوكي، جيت حكيت لك التالي، اسمع انا في عندي انفينيت سيريز، اخذت الليمت للاي ان تبعها طلع صفر، بقدر اقول عنها كونفيرج؟ بقدر اقول عنها دايفيرج؟ والله اعلم. طيب شو رايكم ريمارك، اكتب عندي ريمارك. سبوز انه في عندنا مجموع اي ان بيساوي اي، اند مجموع بي ان بيساوي بي. مين بكرا لي اللي على اللوح شو يعني هذولا؟ يعني انا اعطيتك ايش؟ تو انفينيت سيريز، شو مالهم؟ كونفيرج ودايفيرج. حكيت لك الاولى مجموعها قديش؟ اي، والثانيه شو مجموعها؟ بي، يعني اثنتين كونفيرج ودايفيرج. كونفيرج طبعا اي وبي شو مالهم؟ فاينايت، يس؟ اعداد فاينايت نمبرز، اعداد ثابته. فكركم لو جمعناهم مع بعض مجموع تبعهم بيطلع كونفيرج ودايفيرج. then ممكن يجي سؤال مالتيبل تشويس او يجي تو فورس. then رقم واحد، اذا واحد اجى حكى لك مجموع اي ان زائد بي ان كونفيرج ولا دايفيرج؟ طلع الاولى كونفيرج والثاني شو مالها؟ اذا بتجمع اي وبي بيطلع معك رقم ولا بيطلعش؟ بيطلع رقم. اذا المجموع هذول شو ماله؟ كونفيرج اي زائد بي. بس بدي اياك تفهم كالتالي، يعني لو جبت لك سؤال كالتالي، حكيت لك جاوب بترو او فولس، جاوب بترو او فولس، حكيت لك the sum of two convergent infinite series is convergent، ترو ولا فولس؟ ايوه مكتوب له. طيب الجمله الثانيه، the difference between two convergent powers convergent infinite series is convergent. لانها مش مكتوب على اللوح. طيب ها، مجموع من ان ايكوال واحد لانفينيتي اي ان ماينس بي ان، شو بطلع الجواب؟ اي ماينس بي. شو رايكم؟ اذا the difference between two infinite convergent series، شو الجواب؟ convergent. طيب لو حكيت لك رقم ثلاث، رحت على واحد منهم وضربتها في رقم، بطلع الجواب كونفيرج ولا دايفيرج؟ كونفيرج. شو بطلع الجواب؟ K في A، بشرط انه K شو ماله؟ K is finite number. واضح؟ تمام؟ اضربها في رقم عمي، مش في سالب واحد كو ان. تمام؟ هلا شو بدي اعمل؟ لو جيت كالتالي، لو جيت اعطيتك تو انفينيت سيريز، واحد كونفيرجنت واحد دايفيرجنت، ماذا تستنتج؟ اللي عنده جمله مفيده هي فائده. طلع كمان ريمارك، واحد افرض ان عندك مجموع اي ان كونفيرج، اند واعطيتك مجموع بي ان قلت لك دايفيرج. يلا اعطيتك تو انفينيت سيريز، واحد كونفيرج والثاني شو مالها؟ دايفيرج. ضع القلم. مين بقول لي مجموعهم كونفيرج ولا دايفيرج؟ دايفيرج. حاصل طرحهم؟ دايفيرج. So then مجموع AN plus BN دايفيرج، ايش كمان؟ and مجموع AN minus BN كمان ايش؟ دايفيرج. هاي فهم. هلا اذا كانت واحدة دايفيرج معناتها بتروح لانفينيتي او ماينس انفينيتي، صح؟ او ف
فكيف بدك تجمع على رقم؟ بضل الجواب ايش؟ يا انفينيتي يا ماينس انفينيتي. الانفينيت سيريز يا بتكون دايفيرج يا كونفيرج. كيف يعني؟ يعني الليمت ل اوكي الليمت مش السم. طيب هلا بدنا نروح على حاجه اسمها ايش؟ جيومتريك سيريز كمان تيست. تيست كل تيست بيجي احلى من اللي بعده. يلا شوف تيست جديد اسمه ايش؟ جيومتريك سيريز. هلا الجيومتريك سيريز اذا كانت جيومتريك طلع has the form. الجيومتريك سيريز has the form. صح احنا اخذنا الهارمونيك سيريز وكنا عنا هاي سبيشال كيس ديروا بالكم عليها. هلا في عنا كمان كلاس من الانفينيت سيريز اسمهم جيومتريك. جيومتريك بالعربي يعني متسلسله هندسيه. اوكي متسلسله هندسيه كيف شكلها؟ هاز ذا فورم كالتالي. هاي عباره عن مجموعه A for R و N ناقص 1 من N equal 1 لانفينيتي مثلا. مين بقول لي شو اول حد؟ A بعدين ايش؟ A for R بعدين A for R تربيع بعدين A for R تكعيب لعند A for R و N ناقص 1 بضلك مكمل صح؟ مزبوط؟ شو بسمي A؟ الحد الأول صح؟ هاي بسميها first term. مين بقول لي R؟ شو بسمي R؟ R الأساس. الأساس بالضبط. الأساس بالإنجليزي يعني ratio. R بنسميه إيش؟ ratio. هلا كيف بدك تحصل على هاي الانفينيت سيريز؟ روح على الرقم على الحد الأول اضربه في الريشيو شو بطلع معك؟ الحد الثاني. اضرب الحد الثاني في الريشيو شو بطلع معك؟ الحد الثالث. اضرب الحد الثالث في R شو بعطيك؟ اللي بعده وهكذا. هلا هاي الانفينيت هاي الجيومتريك سيريز عشانها مرتبه بطريقه هندسيه بسميها جيومتريك سيريز. هلا هاي فيها خاصيه مرتبه يا بتكون كونفيرج يا بتكون دايفيرج. انو اللي بحدد؟ R هو اللي بحدد. طلع كيف؟ هاي بتكون الانفينيت سيريز بكون انا عارف المجموع تبعها. بكون مجموعها الحد الاول على واحد ناقص R بشرط لازم يكبر R وين ساكن؟ بين سالب واحد وين؟ واحد. اذا ما كانش R اذا كان القيمة المطلقة ل R اكبر من واحد بتكون ايش؟ دايفيرج. اذا كان الريشيو بين سالب واحد وواحد في لها مجموعة. يعني في لها مجموعة؟ يعني شو اكتب هون؟ كونفيرج صح؟ بتكون هاي الجيومتريك سيريز كونفيرج. وبالتالي التست الجديد هاي اللي هو الجيومتريك سيريز بستخدم لشو؟ للكونفيرجنس والدايفيرجنس. فلو اعطيك مثال كلكم بتعرفوه وشفتوه على اللوح وخدناه اكزامبل زيه كثير اللي هو التالي مثلا. شو رايكم بالاكزامبل التالي؟ اكزامبل لو حكيت لك خذ لي مجموع واحد على ثلاث قوة n من n يكوال واحد لانفينيتي. شو رايكم؟ هاي بتقدر تحدد شفهي ولا مش شفهي؟ انها جيومتريك ولا لا؟ مين بقول لي شو الحد الاول فيها؟ عوض n يكوال واحد ثلث. اللي بعده واحد على ثلاث تربيع صح؟ اللي بعده واحد على ثلاث تكعيب الى اخره صح؟ كيف بدك تعرف r؟ قسم لك حدين على بعض. قسم الحد الثاني على الحد اللي قبله او قسم الحد الرابع على الحد الثالث. فمين بقول لي قديش R؟ قديش R؟ واحد على ثلاث تربيع تقسيم واحد على ثلاث. شو الجواب؟ مش مصدق. شو بتعمل؟ تاخذ الثلث اضرب الثلث في ثلث شو بيطلع؟ واحد على ثلاث تربيع. اضرب واحد على ثلاث تربيع في ثلث شو بيطلع؟ اللي بعده وهكذا. اهم شيء طلع اهم شيء R وين ساكن؟ هل R ساكن هون ولا لا؟ معناته هاي الانفينيت سيريز اللي قدامك جيومتريك ولا لا؟ كونفيرج ولا دايفيرج؟ لوين بتروح؟
مين بيقول لي قديش الحد الاول؟ ثلث. هي الحد الاول، هذا الحد الاول A، وهي الاساس. معناته هاي الانفينيت سيريز مش بس كونفيرج، وبعرف لوين بتروح. جوابها ثلث على واحد ناقص ثلث، ويساوي كديه؟ ثلث على ثلثين، يعني كديه؟ نص. اذا كونفيرج ولا دايفيرج؟ كونفيرج. مالك يا سروق؟ شو كونفيرج؟ كونفيرج تو نص. طيب شو رايكم بهاي؟ اكزامبل واحد. اكزامبل اثنين، شو رايكم مجموعة ثلاثة قوة ان من ان يكوال واحد لانفينيتي؟ طلع شو عملت؟ شو رايكم في رقم اثنين؟ شفهي كونفيرج ولا دايفيرج؟ لانه قديش ار هون؟ ثلاث. وار وين ساكنه هون؟ اكبر من واحد كيلو مطلقة. سو ذيس از، طلع هاي ثلاث زائد ثلاث تربيع زائد ثلاث تكعيب الى اخره، صح؟ وهي ايش؟ دايفيرج. بس اذا بتكتب دايفيرج لازم تكتب السبب، انها جيومتريك حسب القاعده اللي عندك هون. هلا هون قديش فيها ار؟ ار تساوي قديش؟ خذ لك ثلاث تربيع قسمها على ثلاث، شو بيطلع الجواب؟ ثلاث. هاي ثلاث شو مالها؟ في القيمه المطلقه لها شو مالها؟ اكبر من واحد، عشان هيك دايفيرج. بس هل هي جيومتريك؟ هندسيه، بس ار فيها اكبر من ثلاث. اذا شو رايكم هلا بالتست اللي تعلمناهم اليوم؟ في احلى من الانث تيرم تيست؟ ديروا بالكم. لمين هذا؟ للدايفيرجنس. والجيومتريك طلع على ار، اذا بين سالب واحد وواحد الجيومتريك كونفيرج، وبعرف لوين بتروح كمان. واذا كانت الريشيو اكبر من واحد كيمو مطلقه، شو يعني كيمو مطلقه لار اكبر من واحد؟ شو معنى هاي؟ يعني يا اما ار اكبر من واحد، يا اما ار اقل من ايش؟ من سالب واحد. في حدا عنده سؤال؟ كيف؟ اوكي، هاي ولا يهم عيونك، ها يلا. منيح هيك؟ تمام، في حدا عنده سؤال؟ لازم يكون فيها ار، طلع الريشيو، تبقى ماشي بطريقه هندسيه. يعني خذ الريشيو اضربه في الحد الاول بعطيك الحد الثاني، خذ الريشيو اضربه في الحد الثاني بعطيك الحد الثالث، هيك بتكون جيومتري. يعطيكم العافيه.